الحج، هل يجب الحج على الفور أم أنه يجب على التراخي؟ بمعنى أن الإنسان لا يكلف بأداء هذه الفريضة إلا إذا كان مستطيعا. شرط الحج وهو الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إنسان كان فقيرا ثم من الله عليه بالمال من أي وجوه الحل كانت، ثم من الله عليه بالمال من أي وجوه الحل كانت، سواء كان تجارة أو إرثا ورثه، فأصبح هذا الفرد وهذا الشخص تحول من حالة عدم الاستطاعة إلى حالة الاستطاعة. كان قبل قليل لا يستطيع الحج، ثم باكتساب هذا المال أصبح مكلفا بأداء الحج لأنه أصبح من أهل الاستطاعة. فوجوب الحج عليه في هذه الحالة هل أنه على التراخي أم أي أنه يحج يأخذ راحته والأمر أمامه متسع، أم أنه يجب عليه على الفور أن يذهب لأداء فريضة الحج إذا حان وقتها وحان أشهرها وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة؟ الفقهاء اختلفوا في ذلك، فالحنفية قالوا، ومنهم أبو يوسف وأصح الروايتين عن أبي حنيفة، أن الحج يجب عليه على الفور. وبهذا الرأي قال الإمام مالك وقال به الحنابلة. الإمام أبو يوسف وأصح الروايتين عن الإمام أبي حنيفة ومعهم المالكية والحنابلة قالوا بأن الحج يجب على الفور، أي أنه بمجرد أن يصبح المرء مستطيعاً وتتوفر فيه شروط الحج يبادر إلى حج بيت الله الحرام. الإمام محمد قال بأن الحج وفرضية الحج على التراخي، وذهب معه الإمام الشافعي رحمه الله. إذن الإمام محمد ومعه الإمام الشافعي قال الحج واجب على التراخي، بمعنى أن الأمر فيه سعة، يحج هذا العام أو يحج العام القابل أو بعد ذلك الأمر في سعة. وتحقيق الكلام عند الحنفية وعند الإمام محمد قال بأن الأمر بالحج عند وجود الاستطاعة هو طلب المأمور به وهو الحج، ولا دلالة على الفورية ولا على التراخي. وأخذ بذلك الإمام محمد وقوى ذلك عنده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج سنة عشر من الهجرة، وفريضة الحج كانت قبل ذلك، وكما قلنا قبل ذلك في سنة فرضية الحج أنها كانت في السنة الخامسة على اختلاف بين الفقهاء، ومنهم من قال بأنه كانت في السنة السادسة، ومنهم من قال بأنها كانت في السنة السابعة، ومنهم من قال بأنها كانت في السنة الثامنة، إلى غير ذلك من الأقوال. إذن ما اتفق عليه الفقهاء أن الحج فرض قبل العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض الحج قبل السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله خرج للعمرة في سنة ست، في صلح الحديبية، وصده المشركون، ثم قضى عمرته من العام القابل كما ذكرنا ذلك قبل ذلك، واعتمر من القابلة. وفتح مكة كان في سنة عشر، فتح مكة كان في سنة ثمان من الهجرة، وأمر فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وحج رسول الله في سنة عشر من الهجرة. إذن هذا هو تحقيق مذهب الإمام محمد من الحنفية ومعه الإمام الشافعي بأن الحج على التراخي. الإمام أبو يوسف وأصح الروايتين عن الإمام أبي حنيفة ومعهم المالكية والحنابلة قالوا بأن الحج على الفورية،
استدلوا على ذلك بقول الحق سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول ربنا: وأتموا الحج والعمرة لله والأمر يكون على الفورية. أقم الصلاة، أقم الصلاة، والأمر إذا ذكر فإنه يكون على الفرضية. استدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. ولأنه ركن من أركان الإسلام فكان واجبا على الفورية. وكما ذكرنا قبل ذلك بأن أركان الإسلام ومنها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا أمر الله بالحج على المستطيع والأمر يكون على الفورية. Yeah.